السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله غنقدم وصفة ديال السمك في الفرن بالأرز. عندي ثلاثة ديال السمكات ديال بواجو من الحجم المتوسط، غادي نشرملهم معكم دابا. الشرمولة ديالنا العادية طبعا اللي كتعرفوا كاملين هي كما يلي. عندي هنايا القزبور حبوب مطحون مع سكنجبير، عندي الكمون والخرقوم عواد، الخرقوم البلدي، الكمون والخرقوم البلدي، عندي الإبزار، عندي واحد شوية ديال الزعتر المحكوك، هاد الشرمولة هادي غناخدو منها السمك وغناخدو منها كذلك الأرز، عفوا التحميرة أو البابريكا، ثومة، ربعة فصوص كبار ديال الثوم، قزبور أم عدنوس مقطعين رقاق، كمية لا بأس بها وفرة، تقريبا نص غبطة ديال القزبور ونص غبيطة ديال المعدنوس، وعندي ورقة موسى هذه غنخليها حتى الأخير، وعندي صلصة الطماطم هذه من بعد غنوريكم، زيت الزيتون، الملح غنضيفوها للشرمولة، كنخلطوا هاد المواد كلها مزيان وكنديروا الكاس ديال الزيت، كاس صغير ديال زيت الزيتون، والحامض معصر انا ما درتوش، الحامض المعصر نورمالمون خص يكون، انا حتى فوق السمك عاد نحط طرونشات ديال سيترون. صافي كنبدا نشرمل الحوتات ديالي على هذا الشكل، هذا كنشرملهم وكنقطع لهم واحد الفتيحات من الجنب وكنعمر دوك الفتيحات، نشرمل السمكة الأولى والثانية ونكملهم كاملين، عندي ثلاثة، صافي كنشرمل السمكات ونخليهم يرقدوا واحد شوية على جنب، وهاد الصلصة اللي بقات ليا هي باقة شرمولة، هادي غنضيف ليها كاس ديال صلصة الطماطم، كاس عامر، وغنضيف ليها جوج فلفلات حمر وجوج خضر مقطعين مربعات صغار، وغنضيف لها الأرز اللي قلت لكم من قبل، زلافة كبيرة ديال الأرز مسلوقة نص سلقة، سلقتها نص سلقة فقط، هاهي الأرز زلافة كبيرة، صافي كنخلط هاد المكونات كلها مع الارز، وكنجيب اللاطة باش نستفها وندخلها للفرن، وجبة زوينة وسهلة، 10 دقائق كتوجد، يعني سهلة في التحضير، صافي ونجيب اللاطة ديال الفرن ونقاد فيها هاد المسائل هادي.
دابا اخواتي جبت لاطا ديال الفرن و درت فيها واحد شويه ديال الزيت، غندهنها مزيان قبل ما نوضع فيها الرز على هذا الشكل. هذا وهذا الارز اللي صوبنا الا بغيتو تضيفوا ليه واحد المكون اخر على حساب الاختيار. المكون هو دامة البنة ديال السمك، هذا الا بغيتو تضيفوه اختياريه، يعني الا بغيتو يكون مذاق اكثر يعني زوين وفيه مذاق السمك، الا ما بغيتوش ممكن تستغناو عليه. كنضيفو لهذا الرز ديالي دامة ديال البنة السمك تعطي مذاق رائع. صافي كنخلط مزيان باش كتدخل ديك الدامة ديال البنة في الرز. هاد الرز كيجي لذيذ حيت السمك كيكون تيطيب كيطلق كاع البنة ديالو في هاد الارز. انا غالبا كندير السمك مع الخضره ولا مع دوائر الطماطم فقط، هاد المره قلت نديرها بهذه الطريقه هذه ونشاركها معكم. كنبسطو هاد الرز مزيان وكنجيبو السمكات ديالنا وكنستفوهم فوق الرز على هذا الشكل خلفوهم هكذايا صافي. وكنشدو ديك ورقة موسى اللي كانت عندنا من قبل، كنديرو كل سمكة كنحطو فيها واحد الوريقة، كل وحده كل سمكه كندخلو فيها وريقه، كل سمكه تنديرو فيها وريقه. وهذه اللي بقات نحطوها في الارز باش نسم الارز صافي على هذا الشكل. وكنزيدو واحد شويه ديال الماء طايب باش ما ياخذش وقت عاد الرز يبدا يطيب في الفرن، كنديرو الماء طايب باش دغيا الحوت والرز دغيا كيطيبو. صافي كنضيف لها واحد الزلافه ديال الماء الغليان في الجناب في الجوانب، كنخبوش يعني فوق السمك. صافي كنحرك واحد شويه باش داك الماء كيدخل صافي. وكنغطيوه اما بورق الطبخ او لا بلاطة في نفس التقدة ديال هاد اللاطة هادي، وكندخلو الفرن ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يكون الوجبة يعني من بعد ما توجدنا هاد اللاطة ان شاء الله. اخواتي هذا هو الطبق ديال السمك ديالنا من بعد ما وجد خرجته من الفرن، خليته برد واحد شوية ودابا غنديرو في صحن التقديم على هاد الشكل. هذا انا غادي نوريكم نوجد ليه صحن فردي الصحن فيه درت فيه شويه ديال الطماطم وشويه ديال الباذنجان اللي كنت رقدت معكم شحال هادي. ودابا نحط هاد السمكه ديالي هنا على الهامش بحال هكايا. كما قلت لكم قدمت معاه شويه ديال الطماطم، الباذنجان، شويه ديال الفلفله حتى هي اللي كانت مرقده،
وشويه الزيتون اللي كنت حضرت معكم من قبل كيفاش كنشرملو. صافي، وكندير شويه ديال الرز. انا غادي نقدمهم في صحون فرديه، كل واحد نحط ليه الصحن ديالو على هذا الشكل. الرز بهذه الطريقه اللي وريتكم كيطلع لذيذ، حتى اللي ما كيبغيش السمك يمكن ياخذ الرز، ماشي فاش كيكون تقديم فيه غير السمك، فالوليدات الصغار الاغلبيه ما كيبغيوش السمك، يمكن له ياخذ الرز. ونحيدو ورقة موسى اللي كنا درنا، حيدوها. صافي، وكنقدمو الطبق ديالنا على هذا الشكل هذا، مع واحد شوية ديال الحامض فوق السمك. صافي، وهذا هو الطبق ديالنا اخواتي. نديرو معاه عصير البرتقال مع العصير، وبالصحة والراحة. نشرب واحد شويه ديال المدنوس. صافي، وهذا هو الطبق ديالنا، وبالصحه والراحه اخواتي. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ان شاء الله، وتجربوها ان شاء الله. اكله صيفيه، كتبغي تقدموها بارده ولا سخونه على حساب الاختيار.